رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بهالنهار المشمس. إن شاء الله كل أيامكم تكون مشمسة، وتحية كتير كبيرة لكل الصائمين. محطتنا هلأ مع حيدر صفي الدين، فائز في منافسات بطولة كأس العالم لألعاب القوة البدنية يلي أقيمت بشرم الشيخ بمصر، وهو ابن الجنوب، رح نتعرف عليه سوا. حيدر أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك، شكرا لوجودك معنا. هلا اهلا وسهلا فيك. خبرنا عن هالبطوله يلي وصلت لها، كيف وليه وايمتى وشو الظروف وصولا لليوم انت تتبوق هيدا المركز؟ هلا كيف هي ضمن هيدا الظروف؟ هي اصعب ظروف ممكن الواحد يسافر فيها لبرا. فنحن عملنا بطوله، هيدي بطوله كاس العالم، اوكي، كان بشرم الشيخ. رغم هيدا الظروف كلها كنا يعني هي بكل بلد عندك حدا متفوق بعيد اللعبه مثلا، فنحن طلعنا كل حدا باقوى بلد بيتصنف عالميا انه يلعب بهيدي البطوله. اوكي، انت كنت اقوى واحد بلبنان بهيدي ال صح، بالفئه اللي انا فيها. صح، نعم، بهيدي الفئه كان معنا فريق لبناني كامل وكله احرز ما شاء الله بطولات حلوه يعني والقاب حلوه. خبرنا عن يلي بده يوصل للمرحله اللي انت وصلت لها حيدر، قد ايه بده يتمرن؟ كيف طريقه التمرين؟ هل في اكل معين؟ هل في امور معينه لازم يقوم فيها يقدر يوصل لهيك أكيد مركز؟ أكيد بده يتبع برنامج كامل الواحد، حتى بنوم بأكل بتمرين على مدى الأسبوع أكيد يعني. كم تتمرن يوم؟ هلا بلعبة الباور ليفتنج بتمرن 3 أيام بالأسبوع. كافيين؟ كافيين أكيد. كل مرة قد ايه بتتمرن؟ ساعة، نص ساعة، ثلاث ساعات، أربع ساعات؟ نص ساعة لساعتين. لعبة الباور ليفتنج هي لعبة كثير بيتعرض فيها الواحد للإصابات لأنها كثير فيها أوزان عالي. اوكي، خبرنا عن هاللعبه بالتحديد. هلا اذا انا ما بعرف شو يعني الباور ليفتنج، خبرني بتقوم على شو؟ شو هي هيدي ال هي بتقوم على، هي اسمها قوه بدنيه، فهي بتقوم على السكوات والبنش بريس والديد ليفت. اوكي، فهي عباره عن اوزان عاليه. نعم، يعني بلعبه الصدر والظهر والفخذ. فعلى هيدي اللي بيتصنف بالبطوله الاعلى مجموع بجيب هو اللي بفوز فيها. مين ما كان بيقدر يدخل على هيدي اللعبه يتمرن فيها، او هيدي الرياضه، خلينا نقول مين ما كان اكثر رياضه، مش مين ما كان بيقدر يفوت؟ في كونديسيون معينه، في شروط معينه؟ اكيد على مين ما كان فيه، بس بيكون عند المؤهلات هو انه اذا هذا الشخص جاهز انه يلعب هيدي البطوله او لا، عنده المقومات، عنده البنيه، عنده الوزن الكافي لحتى يفوت، لانه دائما بالبطولات في عندك ليميت معين اللي يبلش فيه الواحد. خبرنا عنهم هاللي يعني قد لازم يكون طوله، قد لازم يكون يعني وزنه، قد لازم يكون عم بيتمرن. هلا هي مثلا عندك بالبطولات انت بحطوا وزن ادنى وزن اللي يبلش فيه الشخص، ففي عندك ناس المؤهل يا بتبلش بهيدا الوزن يا اكثر. هلا في عندك ناس انت مثلا قد ما تمرنت ما بتوصل لهيدا الوزن، فانت مستحيل تتاهل يعني، فهمت علي كيف؟ هي بتصير حسب المسابره يعني هي لعبه عناد تقريبا فيك تقولي. شي مره قلت خلاص بطل بدي هيك، انه حسيت حالك تعبت كثير؟ قلتي حيدر عم بتعب كثير. لك كثير كثير صراحه، بس هو الوالد هو الاساس يعني المدرسه بهيدي اللعبه كان، ف الوالد ملقب بعميد الجنوب لهيدي اللعبه. أوه، فهو من الاساس يعني كان، وانا والوالد في مثل رفقه يعني، فقوم على التمرين هلا يعني عجبك او ما عجبك قوم على التمرين، فهيدا هو اللي وصلني لهون. يعني هو الوالد يلي الوالد هو الاساس اكيد لانت تقوم بهيدا الشيء. صح. حيدر لما الواحد ببلش يحقق انجازات، مش هقول لك على الاحساس لانه اكيد بدك تكون فخور بنفسك وحاسس انه يلي اللي عملته كان هيدا الشيء بحملك مسؤوليه اكبر، يعني بتصير تقول خلص انا ممنوع الغلط، خلص بدي اعمل اكثر، بدي اشتغل على حالي اكثر. صح صح، اكيد اجبار، لانه هي مسؤوليه بتكبر كمان شوي شوي، حتى يعني الواحد بس العين شوي تفتح عليه بصير في امور كثير بتتخلى عنها ومسؤوليات جديده بدها تفوت عليها. يعني انا حتى بالبطوله كنت مثلا حتى ما في سهر، ما في شيء، نام الساعه كذا في الساعه كذا. في التزام، كان في شروط قاسية اكيد. مش اول مرة بتتبوق لقب، ومش مش أول مرة بتكون، بس اول مرة بطولة كأس العالم. ايه، اول مرة بطولة كأس العالم، بس خبرنا عن هالسرية اللي حققته انت كحيدر، يعني كم مرة فزت؟ وين؟ احنا بالاساس عملنا مثلا بطولة الجنوب، رجعنا بطولة لبنان، رجعنا بطولة عرب، رجعنا بطولة كأس العالم. عرفتي كيف؟ فهي بتصير تأهل، بيتأهل شوي شوي الواحد، بس على هيدا هو الحلو بهيدي الفكره انه انا تقريبا اصغر لاعب بهيدي اللعبه. قد ايه عمرك؟ فضحنا 22. يي العمر كله،
اخي اذا ب 22 هالقد قوي يا حيدر، فهو لكن بكره بس هيدا توصل الانجاز. لا عمر معين، يعني مثلا اذا صار عمرك 30 او 35 خلص توقف، ولا ما في في عمر الواحد يبلش طالما على عمر انت كبير، في الواحد يبلش على عمر كبير، بس الاضمن انه يبلش على عمر صغير كرمال اللياقه والليونه والفتره اللي بده يفوت فيها يكون معه وقت حتى يتطور. يعني لانه اذا بلش بعمر 30 مثلا قد ايه ليبلش يعمل انجاز كرمال هيك؟ يعني بده يبلش بوقت شوي بكير، صح يشتغل على حاله صح اكثر ليرجع يحقق انجازات. مظبوط. جبنا سيره، في شروط معينه لازم انت تلتزم فيها لتقدر تكون مظبوط بمكانك الصحيح، ومن الاكل اكيد. هلا الدخان انت ما بتدخن ولا بتدخن؟ لا ما بدخن بتأرجل ما بدخن انا بأرجل كله. طيب الريجيم اليمونتاري اللي بتمشي عليه شو هو؟ يعني عن شو بتبتعد وشو اكثر شيء هيك بتدخله بنظامك الغذائي؟ هلا بشكل عام بوقت التحضير في غير الايام العاديه، الايام العاديه بخبص الواحد يعني، بس بوقت التحضير في اكثر شيء بده يكون فيه كربوهيدرات والنشويات، وهود الاكل مش هو الاكل المطاعم، الاكل اللي احنا ما بنحبه اساسا، بس هو الاساسي بده يكون لهيدي اللعبه. هذا اكثر شيء بتركز يعني عليه. انا مثلا لما كنت بمصر كنت في من الصبح جهز وجبات اللي هن غير طعمون المطاعم. اوكي. نحن عم نشوف الصور تباعا، يا ريت بتخبرنا عنهم اكثر. هلا هون صراحة أنا ما كنت متوقع أن أعمل مركز أول، يعني أنا لما قالوا اسمي قال لي لحد الشاب قوم كيف، حتى رقزت أنا إنه كانت بطولة كثير كبيرة وضخمة. يعني كان في عندك أنت على مدة 6 أيام كل يوم عم بمرقوا 100 ل 150 لاعب، بطولة كانت كثير ضخمة وتصفيات كانت عم بتصير. يعني أنا مثلا عملت مركز أول، عن جد كان في تحديات يعني بيني وبين المركز الثاني أو الثالث، منه هالفرق الكبير، فهمت علي كيف؟ بس ما كنت حاسس انه رح توصل لهيدا المكان. بالنسبة يعني بالنسبه للتوتر اللي بتشوفيه هناك تستبعديها، حتى صار في كثير اصابات يعني. يعني حدا بيوقع حدا كذا، هيدا كله توتر بصير. حيدر هيك بين بعضنا هلا ما حدا سمعنا الا نحن والناس، انت هيك من جوا بتحس انه شو في مميز بحيدر لقدر تبوق هيدا المركز؟ شو في مميز بحيدر عن غيره؟ عنيد لقدر عنيد عنيد يعني احيانا مثلا بكون عم بتمرن في وزن بوقع انا وياه، يعني وزن بكون كثير ثقيل، بقول لي بابا انه خلص المره الجايه، لا بعند، عرفت كيف؟ يعني الاصرار، انت مصر انه ليك هون مثلا عم نشوفك حامل ورافع علم لبنان، يلي يعني كلنا هيك بس سبحان الله بس نرفعه بيكبر قلبنا. صح مزبوط. او يمكن كل شغلك وكل تفانيك لترفع هيدا العلم. مزبوط صح بالعائله. قد هيك بتكون فخور لما فعلا هيك بتوقف وبتحمل هالعلم وهيك كانه عم بتودي رساله للكل عن لبنان؟ هيك هو الفخر كان عن جد، انه بالظروف اللي عم نمرق فيه نحن هلا بجنوب، بتعرف عند القصف فهيدي كان مثل انا بدي اعمل مركز بس كرمال اللي عم نمرق فيه نحن، فهمت كيف؟ يعني هلا بقولوا لك انه هلا مثلا مش وقت بطولات ومش وقت القاب، عرفت كيف؟ بس انا طلعت بهيدا الظرف انه ابن الجنوب عمل شيء قدر يرفع علم لبنان برا، فهمت علي كيف؟ وخاصة بشرم الشيخ، يعني هي بطولة مش عربية عالميا، انت عندك كل الدول العربية والاجنبية مشاركة، يعني عندك كمان اليمن وعندك الجزائر كمان هو ضمن الحرب هلا معنا يعني، فهونيك حتى البلد العربي بيكبر قلبك انت، بيجي شخص بيقول لك انه الله يهون عليكم الحرب والله كذا، فانت هون يعني عندك شيء صارت مسؤولية اكبر، عرفتي كيف؟ وخاصة العالم عم تبعث لك كلنا معك وعم ندعي لك كذا، فانت اذا عملتي هون، يعني انا كنت عم بحكي مع بابا قلت له ما حاعمل الا مركز اول هلا، اول واحد غلط يعمل هيك، بس على التوتر وهنيك يعني كيف بدي اقول لك، عايش بين توتر وبين فرحه بنفس الوقت، بس ما بدي ضيعها. يعني نحن كان معنا فريق كثير كبير، الاغلب عمل ارقام حلوه، عرفتي، في مراكز اول، بس عندك انت مثلا في معنا فريق رجع قبل الفريق الثاني، فهونيك صار الواحد بده يكون مسؤول عن حاله هونيك، فهمت كيف؟ منا هيني منا هيدا اللي صار. بتعرف انا بشوفها بالعكس حيدر، يعني انا بشوف انه برغم من كل الظروف القاتمه اللي عم نمرق فيها، وبرغم من انه الجنوب للاسف بضل ينزف وبعده عم ينزف وعم بيدفع دم وشهداء، بعده جنوبي خاصه واللبناني عامه قادر يحقق انجازات بالرغم من كل الظروف يلي عم نقطع فيها، وهيدا فخر يعني شابوبا عن جد، انه يعني ما بدك تروح مثل كانه انت انه هي عندي ظروف، لا انت بدك تروح وراسك مرفوع كرمال هيدي الظروف. انا عم بين لكم اللبناني شو في يعمل بالخارج. وانا لما وصلت دغري كان عملت كذا مقابله مع كذا حدا، قلت انا اول شيء انه هيدا الفوز لمين بهديه؟ للفوز دغري بهديه للمقاومين اللي على الحدود واللي بالجنوب، يعني بوجه لهم اخلص التحيات
وان شاء الله يا رب هيك بيوصل نهار ونعود نحكي عن دم للشهداء يسفك من قبل عدو غاشم بك على كل لبنان وخاصه جنوبيه، لان جنوبيه اكثر شيء عم بيدفعوا الثمن غالي. هلا عندك شيء عم بتحضره؟ عندك شيء عم تشتغله؟ عندك شيء عم تتمرن عليه؟ هلا في حد للسنه الجايه مثل هيدي البطوله، هي اكيد بدها واحد يبلش يحضر لها قبل فتره طويله. قبل قد ايه بتبلش تحضر مثلا؟ هلا في عندك، انا مثلا بلشت احضر قبل بثلاث اشهر. اوكي، بس انت لما بيجي الخبر انه احنا لازم نجهز، اذا اجى قبل بسنه بيكون لصالحنا هيدا، انه الواحد يحضر قبل بوقت. بس هلا مثلا عندنا هيدي السنه ان شاء الله عده نشاطات، بس لحتى تروق الامور بالجنوب، بيعرف الواحد كيف بده يقدر يتحرك. يعني انا جيت من البطوله كان جارنا مستشهد، ما بتعرف انت كيف بدك تخطط لبعدين، خلص عم تعيش اللي انت فيه هلا بالوضع الراهن. يعني نفسيا وجسديا بدك تكون تعبان. صح في توتر. في توتر. يعني اول شيء حيدر بدي اقول لك نحن بنشوف حالنا فيك. نحن بنشوف حالنا بكل اهل جنوب الصامدين، وبنشوف حالنا انه شاب هيك مثلك بربيع عمره عنده هالاصرار وهالعناد انه يحقق القاب للبنان. انا بدي اشكر وجودك معنا حيدر صفي الدين، فائز في الدرجه الاولى بمنافسات بطوله كاس العالم لالعاب القوى البدنيه. واكيد يعني تحيه ما بتكفي، بس بدنا نقول لك خليك هيك وتابع بنفس الوتيره تضل تحقق القاب. اهلا وسهلا فيك حيدر صفي الدين. حبيبه قلبي، شكرا. شكرا شكرا لوجودك معنا. اصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح بريك صغير وبنرجع بننضم لرفقتكم، ما تروحوا لبعيد.